حبيبي اخبارك؟ كابتن محمود ازي حضرتك؟ وحشنا. وانت والله اخبارك وسام؟ طيب ربنا يخلي حضرتك. لك كبك يا كابتن، عامل ايه؟ ربنا يخليك كابتن. كابتن انا لسه بقول اللي لكل جواد كبوه، ونادي الزمالك بسم الله ما شاء الله بقى له سنتين بياخد دوري وكاس مصر. الطبيعي والمنحنى البينه، حتى انا شبهت ده بالاقتصاد وسوق المال وبعض والانتاج عموما، انه يعني في بعض الفقرات بيحصل تعثر. لكن اللي انا شفته امبارح بعد المباراه، وكان في المفروض يبقى اجتماع لمجلس اداره، والاجتماع ده لو كانت عقد كان ممكن تبقى فيه قرارات يعني عنيفة أو فورية، لكن إرجاء الموضوع حتى اليوم خرجنا ببعض التوصيات اللي أنا شايفها مع حضرتك، ويعني وضح لنا. والله أنا شايف إن ماتش الأهلي والزمالك امبارح أولا كان لا يرتقي للمستوى اللي بين المفروض يبقى بين الناديين، أو بيرتقي للماتش ده لغاية الدقيقة 60. أنا كنت قاعد يمكن بتفرج على الماتش وما كنتش مبسوط. بعد الدقيقة 60 حصل ان انت فعلا بتتفرج على كوره اهلي وزمالك، وجوال وجت جوال وجت فينا جوال نتيجه اخطاء مدير فني متعاجر في بعض الشيء، يعني بيعمل اللي في دماغه، يعني عمل تغييرات امبارح مش ممكن حد يعملها، يعني محدش يعمل اللي هو عامل. طلعت الباك رايت اللي هو ماشي كويس قوي وقافل لك الناحيه دي والدنيا يعني ما شاء الله، وماشيين نقدر نقول كويس سواء هنا او هنا، رغم ان ما كانش باين مين الاثنين، كانوا خايفين من بعض ومش وعايزين يتعادلوا، ده كان اللي باين. انما مجرد ما عملت التغييرات اللي عملها زي بتطلع المسلوسي وبتطلع السيسي يعني ايه التغييرات اللي عملتها، وتنزل السردباك اللي اسمه الزهار ولا اسمه ايه مش فاكر اسمه يعني. ما الافغاني؟ لا لا زناري 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 مصطفى زناري. انت ايه اللي عملته كده؟ ليه اللي عملت انت ليه عملت كده؟ انت ايه في ايه يعني عشان تعمل كده؟ ما انت ماشي كويس. وبعدين الله انت بتطلع راجل فيرود اللي عندك الوحيد اللي بيمسك كوره والجزيري. طب برضه طلعته لعبت مين؟ لعبت اسامه اسامه بيلعب مهاجم وهمي. طب مش عارف شيكابالا، طب جبت زيزو ناحيه الشمال وجعت اللي وديت شيكابالا ناحيه الشمال وهو اصلا بيلعب ناحيه اليمين. لا يعني حصل لخبطه جامده جدا يعني. ما يعني كابتن محمود حضرتك تحمل المدير الفني المسؤوليه كامله في التشكيل والتغييرات؟ حمله طبعا. تمام. ده مش عايزه كلام، ما حدش يعمل كده. ده هو خلي بالك هو من ماتش اللي هو بتاع اسوان اللي كان لا داخليه لا يرجع ورا كمان بتاع السعوديه بتاع كاس لوسيل وسيل ده وبعدين ماتش السوبر وبعدين اللي بعد كده بقى اخش على لا مش هو ده مستر فيريرا. هو راجل هو مدرب كويس ومحترم وكل حاجه، ولكن ليه اخطاء غريبه. ومن الحاجات اللي كانت عنده ان هو لما بيخطئ كل الاخطاء، طب هو مش عايز يعترف بالاخطاء بتاعته للفتره دي مش عارف. يعني نقدر نقول وجود الكابتن اسامه نبيه كان مهم جدا وتكملته مع المدير الفني؟ اسامه نبيه يعني بصراحه من الناس اللي مدربين اللي هم الهاديين اللي بتسمع، يعني مدرب هادي صوتهم هادي يعني وولد فاهم وراجل اشتغل مع منتخب مصر وراجل ابن النادي وراجل موضوع فرقه الامل هو اللي قام بيها هو اللي عملها بموافقه الراجل وعمل حاجات كويسه. وكان النادي في الفتره دي لا في فلوس ولا في قيد ولا في اي حاجه، ومع ذلك كان كلهم على الاقل رجل واحد. طيب كابتن خواجه بستاذن حضرتك، يعني برضه هراجع مع حضرتك قرارات مجلس اداره. واحد، استمرار المدرب العام جوزوالدو فريرا وتاجيل الاعلان عن مسيره الى ما بعد مباراه فاركو، مع ولا ضد؟ ما اصل النهارده هو انا لا هو طبعا يعني انا مش عارف اقول لك ايه. هو طبعا عشان احنا عندنا ماتشات متلاحقه، يعني عندنا ماتش بعد بكره وعندنا ماتش بعد كده فاركو وبعدين فيوتشر يوم 28 29 ماتشات ورا بعض. ما انت النهارده هتمشي هيمشي هو هتجيب حد. هو الناس خدوا قرار يعني انا شايف انه معتاد لبعض الشيء ان هم يعني هياخدوا في قرار في بعد الثالث ماتش. طيب وده يعني اقل الحلول يعني. طيب اثنين، رفض استقاله امير مرتضى المشرف على العام على الكره من جانب مجلس اداره بالاجماع. والله انا شايف ان امير برضه من الراجل من نفسه هادي وبيشتغل
وعمل شغل كويس. وطبعا بس اي حاجه بتحصل طبعا الكل بيشيل يعني كل الناس. لا انا اول مره اشوف امير كده يعني يلوح بالاستقاله، كنت شايفه دايما مع الفريق وعامل معاهم شغل كويس جدا في الفتره الاخيره. هو بصراحه ولد كويس ومحترم، وهو عشان كده قال لك ابعد يعني عشان ما احرجش مجلس الاداره، وخاصه رئيس مجلس الاداره ده يعني ابوه، هو مش عايز يحرق تمام. الدنيا خالص. الراجل يعني راجل يعني كتر خيره ان هو يعني التقدم بشكوى الى رابطه الانديه ضد محمود كهربا لمشاركته في المباراه. والله ما طبعا حته انه يلعب دي هو المفروض عليه غرامه، والاتحاد الدولي مقررها والمحكمه الرياضيه مقررها، وهو نفسه فاكر ان هو بيلعب يعني مش عارفين ازاي يعني برضه يعني انا نفسي مش فاهمها. طيب في حاجتين كمان يا كابتن، مطالبه سموحه بعوده محمود شبانه ومطالبه اتحاد سكندري بعوده محمود علاء وقطع الاعاره والعوده الى نادي الزمالك. ده حق النادي خلاص يرجع طبعا. لا طبعا اكيد اكيد طبعا، حق اصيل النادي طبعا، احنا بنقول من الناحيه الفنيه وحضرتك يعني مدرب قدير يعني. احنا النادي دلوقتي محتاجين كل لعيب، محتاجين كل لعيب، ومحتاجين خاصه اللعيبه اللي هي يعني اللي هم ادوا النادي ولعبوا النادي كتير، وخاصه ولاد النادي اللي هم اتولدوا جوه النادي، هم دول اللي هيشيلوا النادي وهم دول اللي هيخلوا بالهم من النادي. انما انا النهارده روحش انا اجيب لعيبه ما عندهاش، مفيش النحراره في لعيبه، مفيش حاجه ابدا، مش فانيلا تقيله عليهم. فانيلا نادي الزمالك دي فانيلا تقيله جدا ومحترمه جدا، ولازم اللعيبه تحترمها، ولازم يعرفوا نادي الزمالك نادي كبير مش نادي يعني اكيد. ايوه استاذ كابتن الكبير كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن محمود خواجه، بشكرك شكرا جزيلا. اعتقد ان ده لسان حال كل زملكاويه، وكمان لما تتكلم مع واحد من رمز من رموز نادي الزمالك كابتن محمود الخواجه وبعض طبعا النجوم الكبيره اللي موجودين ودايما بيتابعوا ويأزروا النادي في كل المواقف، والكابتن خواجه منهم. عوده محمود علاء، ما محمود علاء كان موجود عندك وكان اوريدي موجود ويعني وبيلعب وبيشارك، بعض الامور ادت الى توتر العلاقه ما بين محمود علاء وجماهير نادي الزمالك، ادت الى اعارته الى نادي الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري راح مع الاتحاد السكندري، راح من الاتحاد السكندري لمنتخب مصر وبيقدم مع الاتحاد حتى في المباراه الاخيره امام البنك الاهلي، يمكن شفتها من الملعب، ادى اداء كويس جدا وجاب هدف وماشي معاهم بشكل كويس. في بعض الاوقات بتلاقي بعض اللاعبين ممكن ما يكونش طيب. معنا كابتن محمود خواجه تاني. كابتن محمود انا اسف، اتفضل يا فندم. الو، اتفضل يا فندم، انا اسف، اتفضل. لا ابدا، اصل كنت انت سالتني سؤال وانا ما كملتوش. لا اتفضل، انا اسف، بعتذر، اتفضل يا فندم. لا ابدا لا ابدا، مفيش مشاكل. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان فرقه الزمالك دي ونادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي هي طبعا زعلانه جدا، واللعيبه اللي هي عندنا دي لازم تحس بالنادي، لازم يحترموا النادي ولازم تحترم فانيله النادي. ودايما الفتره اللي فاتت انا شايف لعيبتنا ما بتحترمش الخصم، التهيئه العامه بتاعت الماتش مش زي الاول، الراجل كان بيهيئ لهم نفسيا وبدنيا وذهنيا، دلوقتي انا بحس ان هو حتى مش مهيئ نفسه لا ذهني ولا بدني ولا حاجه ابدا. فانا عايز اقول بقى ان احنا يعني لازم بقى لا ما نبقاش كده يعني. فانا شايف ان احنا يعني اي فرقه بتتغلب واي فرقه ما فيش مشاكل بتبقى كوره والرياضه مكسب وخساره، وما احنا مش موفقين الفتره دي. طب شايف ان نعرف احنا مش موفقين ليه؟ صح. طب في تدعيم في صفوف الفريق، قالوا في صفوف الفريق قالوا ثلاث صفقات جديده، شايف ايه المراكز المهمه اللي محتاجها نادي الزمالك في الانتقالات الشتويه؟ والله احنا محتاجين في على مستوى المهاجمين وعلى مستوى نص الملعب وعلى مستوى المدافعين. الونش ساب فراغ كبير؟ طبعا طبعا. الونش ساب فراغ كبير طبعا، مفيش كلام. كابتن محمود الخواجه حضرتك ممكن حابب تضيف اي حاجه؟ لا لا ابدا خلاص، انا بس بقى كنت انت سالتني السؤال وانا بكمل الاجابه بتاعتك. شرفتنا ونورتنا، كنت ضيف عزيز معانا في المنتدى عبر الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود الخواجه.